شو هتغدينا اليوم سعاد خانوم؟ ما بعرف، سأل البنات. جابي بدنا سمك مثل هديك المرة. تمام. لا كان وشه مو حلو علينا. اصلا بياع السمك يمكن ما يمرق اليوم. جابي انا جاي على بالي لحم بالصينية. ان شاء الله ان شاء الله. وكلمتنا الحلوة شو جاي بارد لطفية خانوم؟ والله يا عمي انا ما بدي غير سلامتك، انا معكم بعيش على خبزة وبصلة. الله يرحم ابوك يا لطفية. اي والله رحمة الله عليه. كان يقول هيك دائما، بني ادم بيعيش على خبزة وبصلة، مو بيضل بصحته وعافيته. اي والله. صحة صحة، جيبوا له مي. انا بجيب مي. كم مرة قلت لكم حطوا مي على الاكل؟ تفضل عمي تفضل. اسلم عليك عمي. هنيا عمي. الله يهنيك يا رب يا عمرك. الحمد لله. توصيني شي يابي قبل ما اتيسر على شغلي؟ لا بيروح مهوني الله يرضى عليك، بس روح عند بغجاتي وصي على صدرهم بقلاوة اللي يوصلهم بايده عند بيت ابو حادي. على راسي يابي، يلا بخاطركم. الله معك. السلامة. السلامة. مهوني. عم عصام الله يرضى عليك، اليوم ما تنسي تنزي على الصاغة تشتري لي هدية مشان حاتم، اسم الجلالة، آية الكرسي، يعني شي على القيمة الله يرضى عليك. تأمر ابن عمي. ومشان الأكل شو رح نعمل؟ مشان الأكل رح أوصي اللحام على رطل اللحمة اللي عمله بالفرن عند بشير. خلاص ما تاكلي هم. يلا. في شي بيحلينا وبيسلينا ومن طعم حمارنا منه شو هو؟ البطيخة قديمة فلقتيني فيها، نعرفها من زمان. شو رأيكم حذركم أنا حزيرة؟ عادي لشوف ستلط فيها. ضروري كل بيت إذا جنوا ما قدرنا عليه ما بتنفع معه كلمة ياري. شو هو؟ بتت حورقي حورقة على هالحزيرة. منين جبتيها؟ أول مرة بسمعها. جبتها. إذا حذرتيها إلك مني اشتغل عنك البيت 4 أيام كاملين. قلتي لي ضروري بكل بيت وإذا ما قدرنا عليه شو؟ إذا جن وما قدرنا عليه ما بتنفع معه كلمة يا ريت. يا لطفية عجزت هاتي جواب. إذا جاوبتك بتنفذوا الشرط اتنيناتكم؟ كيف يعني؟ يعني بقول لك يا دلال اعملي لي عشاء لي ولعصام تعملي لي، بقول لك يا جميله روحي رتبي لي اوضتي ونطفيها بتنطفيها من تمساكت. موافقه. وانا موافقه. لطفيها شو الجواب؟ نشفت ريقي. قول. قولي لشوف يا زكيه. النار. ايه والله مزبوط. والله مزبوط النار. معناتها بتقوموا اتنيناتكم وبتحضروا لي السفره. يا ليش ما كسرتي معنا السفره الصبح؟ ايه وهلأ جا على بالي اكل مره تانية ليكون عندك مانع دلال خانوم. الشرط شرط. ولا غيرتي رايي؟ هي لا ما غيرت رايي. شرفي جميله. لا تركي لي جميله، عاوزتها بشغله تانية. شو بدك مني؟ بدي اياك تفوتي على اوضتي وتنظفي لي اياها تنظيف كامل، بدي اياها عم تلمع لمع. ماشي. خليكي انا بفتح. يا ريتني انا اللي حذرتك، كنت خليتها تشطف البيت 10 أيام. وين القشة؟ ليش انت اللي فتحتي الباب؟ وينهم بنات حمامكي؟ وحدة عم تعمل لي فطور والتانية عم تنظف لي اوضتي. تاري كمانك سهلة يا مضروبة، لك عم طال على أمك. عماتك جوا؟ لا، راحت على السوق مشان تشتري قماشة وتفصلها. يفصلوا لها كفن إن شاء الله، أصلاً هالعقربة ما بيلبق لها شي. لك ما شفتي الفستان اللي كانت لابسته ليلة دخلتك؟ كان مبهبط عليها كتير كتير، حتى لونه ما كان لابق لها، عم بيقول لها الفستان كلش طحيني. تقبري قلبي لطفية ساوي لي فنجان قهوة. هلا بخلي جميلة تعمل لك فنجان قهوة. حاكم أنا قاعدة هون مسددة وعندي مين يخدمني. وأنا اللي مفتكرتك حوبة. احكي لي كيفك أنت وأمن عمي، بدك تحكي لي كل شيء كل شيء بالتفصيل. هلا بحكي لك بس نفوت على الأوضة. جميلة تعي اعملي فنجان قهوة إلي ولأمي وكتري البنات. جميلة دلال. أهلين يا مو. خدي يا مو حطي هاي فوق. وين جميلة؟ جميلة عم تقشر بطاطا. ولطفية وينها؟ بغرفتها عند أمها. أمها؟ وشو عملتوا يعجنوا جوا؟ إيش بعرفني يا مو، صار لهم أكتر من ساعة قاعدين وقافلين الباب على حالهم. ما بدك تفوتي يا مو؟
لا بدي روح شق على شفيقة، نسوان الحارة كلهم عندها. بس يامو إذا رحتي وعرفت فريال خانم إنك إجيتي وما قعدتي معها رح تزعل كتير. ها لا ما رح تزعل، أصلاً هي جاية تشوف بنتها. أنا ما بتأخر ربع ساعة وبرجع مشان أعلق على الطبخة. مع السلامة يامو. شو دلال؟ أمك ما أجت؟ شو هالقلعتة؟ بعدين لك دادا هلأ عم تشطفي أرض ديار؟ أشنا وشفنا الناس والعالم تشتغل شغلة الصبح مو الظهر؟ والله نحن حرين ببيتنا منشطفه أيمتى ما بدنا، وإذا كان وقت تنظيف البيت الصبح فوقت الزيارة مو الظهر تقبريني. أنا حرة حبيبتي بزور بنتي وبيتها أيمتى ما بدي. لك لا تكوني صدقتي حالك في ريال خانو، هذا البيت إلي طول عمره ورح يضل إلي. أصلا لو كان هذا البيت بيتك وبس ما كنت بزورك. قاتلي حالي على أساس يعني أنا عم زور بنتي؟ يلا بخاطرك تقبريني لطفية. مع السلامة يا مو. دلال وينها جميلة؟ عم تنظف الأوض فوق يا مو. لطفية. نعم مرت عمي. خدي المشية من دلال وكملي شاطف أرض الديار. ايه بس حتى نظف اوضتي مرت عمي قبل ما يجي جوزي بيقول عني عفشة وشرنة. ما شاء الله حولك شو نضايفية. حاكم طال على أمي لكان ريحة الماورد طالعة من بيتكن عم تهفف على الحارة كلها. شو ها؟ عم تغسلي أواعي الخانم كمان؟ لا يا مو مو بس أواعيها، في بيناتهم أواعي إلي ولجميلة. وهاد إلا ولا مو إلا؟ إلا يا مو إلا. وليش ما تغسلهم هي بإيدها؟ شو بدك يعني أعمل يا مو؟ لقيت هالغسيلات مكومة، قلت لحالي أدعكم تميت، لحق علي اللي عم أعمل منيح يعني. يا ربي منين الله بعت لي هالكلمة ما بعرف منين. علقت، الله يعيننا على هالنهار. لطفية يا لطفية يا ست لطفية. خير برد عمي في شي؟ لا تقبريني بس ما أكون أجعستك وقلقت منامك وصحيتك من أحلى نومة. لا برد عمي لا أنت بتموني. فهمي لطفية أنت بهون عليك بنت حماكي تغسل أواعيك وأواعي جوزك؟ أو شو عليه مرت عمي إذا ما عنده شي تغسله؟ لك بنتي أنت جدبة ولا عم تجدبيها؟ لا مرت عمي أنا ماني جدبة بس أنا لساتني عروس، يعني حلوة بحقكم الناس تلتوا وتعجن عليكم وقولوا عم يشغلوا العروس ولسه ما كملت الشهر عندهم. شهر؟ هي أمك بحفظتك ياها؟ لا مرت عمي أمي ما دخل بيناتنا، بعدين العروس بتضل عروس لحتى تجيب أول ولد. وإن شاء الله بدك تضلي مخمخمة بأوضة النوم لحتى تجيبي لنا أول ولد يا بعدي. اسمعي لطفية أنا ما عندي هون لعب ومهيصة مثل ما كنتي عايشة عند أمي، أنا عندي هون كل واحدة بتعرف شغلها وهذا الكلام بدك تحطيه حلق بأدانك. والله يا مرت عمي أنا ما حكيت شي مشان الله لا تزعلي مني. هاتي رأسك لبوسك. مرت عمي أنا عم بتضحى بالنوم غصب عني لأنه بالسهرة كل ما بقول له لعصام قوم للنام بيقول لي خلينا كمان سهرانين شوي. طب أنا شو طالع بإيدي أعمل شو أعمل؟ يا لطفي لازم تورجي جوزك إنك شاطرة بكل شي بالغسيل والطبخ والنفخ مو بس بأوضة النوم وبالسهر. حاضر مرت عمي حقك على راسي. خلص شو بتحبيني أعمل هلأ بعد ما فوت كمل نومتي؟ ولا شي ولا شي إن شاء الله أريضة أرضك عم بحكي مع حيطان.